يبنوا لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها. كلنا فاسدون، لا استثني أحدا. عشان أعرف هبدأ ولا مش هبدأ. جاهزين؟ جاهزين. طيب يا سلام، انت دببت الشر. حلاوتك يا فراولة. أحيه يا صباح الفرح. أمنت بالله؟ طب ما تاخدوني أدعك معايا، أنا هدعك بالراحة. بقت حلوة، ده انتوا هتشوفوا علامات الساعة دلوقتي. إذا عمرك تحت العشرين سنة ممنوع تفوت لعندي على اللايف. زيادة تأكيد. دي حاجة هتخسر. وإذا عمرك فوق العشرين فوت بسرعة، بدي أحكي معك موضوع. أنا شفتك فين قبل كده؟ طب أنا مش هعمل حاجة. قشطة قشطة طبعا قشطة. الانثى القمر كده برضو يا قمر. اوضة وبنطلونات مقطعة، ربنا يعطيكي كده وتجيبي بنطلون سليم. هياكلها قطر ان شاء الله. يا ليالي عودي تاني. أنا حاسس إن الإريال اشتغل. لو الرجولة شنبات كان الصراصير بقالها مقامات. أحييه. أعوذ بالله. أنتوا إيه؟ أنتوا إيه؟ ده باين لي مرار طافح. فتتهم حلوة، خلها مظبوط وعيشها مقرمش. انت عارفة جرام اللحمة بقى بكام دلوقتي؟ وانا ما اهتمتش بمنتهى اللامبالاة. لما النجاح وحده لا يكفي. يا مسعود من حفر المراكب. محمد وقف، محمد وقف. وقف خلاص وقف. انت اللي وليا مهزأة. عشت وقف همت. صرت حفرة الموت. كل تراب ما انت ورق. عندك الحق. ما عندكش اكسبيريونس. سوري نفسي، ده كله برا، صدرك كله برا يا حبيبي. ما عندكش مليمة. ما تفرش ما بين الطبيعي والناتوري. دخل عليا كده صدرك ما شاء الله كده منشرح، قلبك باين عليه كبير. هتعورني هعورك. هو حبوز لك منظرك. ما هو اصلا بايظ لوحده. احنا عايزينك معانا في حاجه في مجال عملك، عايزينك تسرق معانا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعمة دي؟ يلا بينا يلا. والله ما بحب الرضاعة الطبيعية. بس أول مرة أشوف كتير مع بعض. المهم تكون عجبتك ولبستها صح وعلى مقاسك. قديمة ودمها تقيل. يا
البنت الرزله دي يعني الغطاطه بتاعت امك الرزله اللي انت فيها. كل حاجه الشكل يا جليل. لا يا اختي، الراجل لما بيصحى من النوم ويبص في وش مرته بيبقى عايز الشكل. على الله. شفتوا يا اهل البلد اللي بيحصل في بلدكم؟ ولما بيرجع بيته وينام فرحها بيبقى عايز الشكل. المره شكل. طب انت بطلي ما يا اصي. ضربة تحش رقبتك. ايه ده كله؟ انت مش سقعانة يا حبيبتي؟ ها؟ مش سقعانة؟ بيقول مرات ابويا بيقول لك فين اهو؟ امال الطبيعي ده كله عامل فيه اهو؟ يا ست ما تهمادي. استغفر الله العظيم. اهو اهو انت تتجننوا اكتر من كده انا اعمل لكم ايه؟ انت اهو انت انسانة ضالة منحلة. النبي واهل بيت ده خلقهم الله قبل ادم ب 14,000 سنة، يعني لما انخلق ادم ورفع راسه شاف الانوار الموجوده حول العرش. انت عامل دماغي يالا يا حبيب مامي، ودي كنت داسه فين دي؟ يا انسه الاوانس، واللي يشوفك يلبد يا انس. هي باللغة الهندية يا حلوة يا مهلبية. حرام ليه بقى ما انا بكافح بأمانة اهو. بقت مدرسة شارع الشوارب الحميدة. تعبانة يا رانيا تعبانة. اصل لابس بتعمل لابس دي وحش وحش بيبي. ايوه ممكن تغمضي عينيك اهو لا تمتص في حواجبك. شايفه ايه؟ شايفه سواي اهو السواد ده اللي انا شايفه معاكي من يوم ما اتجوزني. بقى الحكايه كده يا ام قويه كما عوالي براشد ده. هو انت بجد ولا 3D؟ بتاعي عالي يا جاي عالي العالي. حلاوة ده وحياتك لعمل معاك الصح والغلط الاثنين مع بعض. البت دي مية مية. ام ربنا ان شاء الله هيعدلها، واللي معاه ست هيبدلها. وباي وسلام. خد بالك والله ده كل ده كلام فاضي. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها.